يعني شايفين كلام الناس، كلام الشعب المصري زي كلامنا بالظبط، كلنا حاسين نفس الإحساس، رغم إن الناس دي يعني كانت خارجة لسه من المباراة. التقرير ده معمول أول ما المباراة خلصت، لكن الناس عندها رضا، حسوا إن اللعيبة اجتهدت، حسوا إن الجهاز الفني اجتهد، كله ما قصرش في البطولة. فكلنا حاسين نفس الإحساس ده. أنا مش طالع قدام التلفزيون عشان أقول لكم حاجة أنا حاسسها لوحدي، لا، الناس كلها حاسة الإحساس ده. ولازم نقول إن منتخبنا أصبح عنده شخصية، أصبح منتخب إن شاء الله في الفترات القادمة هيتطور بشكل أكبر بإذن الله. ولكن هي الكرة كده، لازم هتكسب لازم هتخسر. والنهاردة زي ما قلت لكم حصل أخطاء كتير في الشوط الثاني، حصل تراجع بدني كبير لمنتخب مصر، وكان لازم بس يحصل تغييرة تنشيطية كده لمنتخب مصر في من الدقيقة 75. ولكن طبعا مستر كوبر هو الأقرب إن هو كان في المباراة وعارف حالة لعيبته. لكن خلينا ناخد الكابتن أيمن يونس طبعا النجم الكبير ونشوف رأيه النهاردة بعد خسارتنا للقب الافريقي النهارده في بطوله امم افريقيا. كابتن ايمن ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن كريم. مساء النور يا كابتن، ازاي حضرتك؟ ازيك عامل ايه؟ الله يخليك، كله تمام الحمد لله. كله تمام الحمد لله. اعتقد يعني اصعب حاجه عاشها الشعب المصري وجماهيره النهارده طبعا احساس السعاده اللي عشناها الفتره اللي فاتت وقسوه الهزيمه، لما الاثنين يخشوا مع بعض يدوا لك احساس غريب قوي ان انت سعيد وتعيس في نفس اللحظه، ان انت طاير في السماء وبتقع في لحظه. اعتقد احاسيس كانت متناقضه كتيره قوي عشنا بيها في لحظه الهزيمه، ان رافعين راسنا مبسوطين واحنا مهزومين، بنقول لا احنا وصلنا للي كنا عايزينه. ايوه، لان مش فتوانة كره القدم، منتخب مصر كان حديث وكان مليان مشاكل، وقلنا في لحظه ان لو وصلنا بس دور الاربعه ده اعجاز. طمعنا وكره القدم عالم الطمع، ان انت هل من مزيد، وكان المزيد ان احنا نصل للنهائي. ايوه، لكن النهائي كان قاسي. قد يكون تفسيراتك الفنيه وكلامك الفني رائع ومقبول، لكن هو مقبول غير مقبول جوه احاسيسنا، غير مقبول جوه تفكيرنا، لان احنا لعبنا الفرق اللي اقوى من الكاميرون وكسبناها. ايوه، قد يكون التوقيت مختلف، بتفق معاك الارهاق، بتفق معاك التركيز، بتفق معاك كوبر والتبديلات بتاعته اللي الاحتياجات الفنيه الشوط الثاني، بتفق معاك في كله. لكن احنا تعودنا كمان كتير قوي ان احنا ما نتصرفش صح ونكسب، ومش كل مره تسلم الجره، ومش كل مره الحظ بيبتسم لينا، لانه عالم كره القدم ودايما في بكره، ودايما بنستنى من بكره احسن من النهارده. والنهارده وصلنا لحلم ان احنا رجعنا كبار في افريقيا. بالظبط، انت داخل البطوله دي وانت مش كبير يا كريم، انت داخل البطوله دي والناس بتتفرج عليك هتتغلب من مين ومن مين. لكن انت خرجت بالبطوله مرفوع الراس، اتغلبت في النهائي فرق كتيره كانت مهيئه تصل للنهائي لم تصل، اتغلبت في موقعك كنت انت المسيطر، ولولا بعض الاخطاء قد تكون فرديه قد تكون جماعيه ما ادتناش النتيجه اللي كنا بنحلم بيها، وده اللي دي غضب وزعل. انا عن نفسي يعني في قمه زعلي، لكن في نفس الوقت محتاج ولادنا دول محتاجين دعم بقى نفسي، لان عندنا بطوله الاكبر الوصول لكاس العالم، عندنا تحديات كتير جايه لهذا الجيل، فما ينفعش نقصوا عليه، وما ينفعش غير ان احنا نستمتع ان احنا ما زلنا في الكبار. فاول ظهور لينا بعد 3 امم افريقيه، بعد اعوام الذهب، اعوام الانتصار مع حسن شحاته واتحاد الكوره بسمير زاهر وكل نجومه، منتخب مصر بيعود مره اخرى لساحه الكبار ببريق مختلف، بشخصيات مختلفه، بلعيبه توتلي مختلفين. محتاجين دعمهم، محتاجين هم دعمنا ومساندتنا. واعتقد بدايتك النهارده وكلامك وانا متابعك وكلامنا كلنا احنا، يعني انا بعتبر نفسي من الناس اللي هم بيقودوا الفكر الرياضي في مصر، مقبول قوي اللي عمله منتخب مصر. بالظبط، ده الرائع. وكل اللي نقدر نقوله ان احنا سندعم المنتخب المصري. طبعا السعاده والفرحه اللي عليها الشارع المصري، الناس رجعت ترسم على وشها علم مصر، علم مصر في كل حته في الشارع. عايز اكتر من كده يا اخي؟ رجعنا تاني عارفين نفرح، رجعنا تاني عارفين نسعد، رجعنا تاني عارفين نقول احنا مصريين ونفرح
الرياضه ادتنا كتير. استنى مراتي كمان عايزه تقول حاجه كتير دي. واوعى تنسى الامل، هي بتقول لي خلي بالك واحنا دايما عندنا امل، وفعلا الامل من جزء من تركيبتنا. بالظبط. اعتقد في اجمل من ان منتخب مصر رجع لنا احاسيس حلوه، رجع لنا دايما الرياضه مرايه لحقيقه شعورك. صح. واحنا اتكشفنا كلنا. بنحبك يا مصر. اتكشفنا كلنا ان احنا من عشاق بلدنا على درجه 100 100، وتحيا مصر، واصبح ده نداء كلنا بنقوله. مبروك لينا، مبروك قصه كفاح الامم الافريقيه، مبروك قصه كفاح شباب ابطال مثلونا كمنتخب مصر، ودورنا في لحظه سقوطهم في النهائي. لا اقفوا بقى، انتوا كبار قوي في عينينا. صح. وهنقف جنبكم لحد ما نوصل كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن ايمن، انا بشكرك على الكلام الحلو ده، واكيد يعني كلام طالع من القلب، وده احساس كل مصري. يعني خلي بالكوا دايما احنا المصريين من يعني ايه عندنا شويه لما بنخسر بنبقى متمردين، بنبقى زعلانين، ممكن يبقى في شغب، ممكن يبقى كذا، لكن احنا انا مش شايف الكلام ده، شايف كل الناس بتتكلم بشكل كويس جدا عن المنتخب، عشان ده احساسنا كلنا، احساسنا ان احنا كنا في فتره بعيد جدا جدا جدا. والكلام اللي قاله كابتن ايمن يونس ده كل الناس حاسه بيه في مصر، يعني حتى كان معانا من شويه لقاءات مع جماهير عاديه في مراكز الشباب وفي الشوارع، الناس بتقول لا احنا مش زعلانين من المنتخب، احنا مبسوطين ان منتخبنا رجع لنا تاني. فالكره كمان انا سعيد جدا ان كره القدم، ناس يعني في فتره من الفترات الناس كانت بتقلل من قيمه كره القدم، يقول لك يا عم لعبه وناس بتلعب وخلاص. لا، الكره بتجمع الشعب المصري، الكره يعني انا معايا فيديوهات وشفتها الفتره اللي فاتت، ومصر بتكسب في قبل النهائي ماتش بوركينا وفي ماتش المغرب، اتفرجوا على الشوارع والميادين في محافظات مصر وفي الدول العربية. أنا شفت فيديو على الإنترنت للإخوة في السودان وهم بيشجعوا منتخب مصر أكن منتخب السودان اللي أحرز هدف. شفت فيديو في فلسطين في غزة ولما منتخب مصر أحرز وعصام الحضري صد ضربات الترجيح أكن فلسطين اللي كسبت. شفت في سوريا رغم أن في مشاكل سياسية وفي يعني كانت حرب موجودة كبيرة جدا في سوريا، الشعب السوري فرحان للشعب المصري. في الامارات، في السعوديه، في الكويت، النهارده امير الكويت قالوا لي ان هو الراجل فتح استاد الكويت عشان يذيع المباراه والناس كلها تروح تشجع المنتخب في استاد الكويت. يعني كل الشعب العربي اجتمع عشان يشجع مصر، المنتخب العربي الوحيد اللي وصل للدور قبل النهائي والمباراه النهائيه. ففي مكاسب كتيره جدا غير مكسب البطوله، يعني غير مكسب البطوله، لا في مكاسب كتيره جدا جدا جدا. احنا بقالنا فتره كبيره في مشاكل سياسيه، يعني خلال خمس او اربع خمس سنين فاتوا كان في مشاكل سياسيه، كان لما بيحصل تجمع لمجموعه من الشباب في الشارع في مشكله. دلوقتي المصريين كلهم في الشارع النهارده بيشجعوا منتخب مصر، قاعدين في سلام وفي محبه وانتماء لبلدهم، والعلم موجود والاطفال الصغيرين حاطين الاعلام المصريه ورسمين الاعلام المصريه على وشهم. فده بيبين قد ايه الشعب المصري بيحب بلده، بيحب منتخبه، بيحب الكوره. فان شاء الله دايما كده افراح للمنتخب المصري. ومعلش هارد لك النهارده الخساره، وهنبدا بقى من بكره نبدا نتكلم في الاهلي والزمالك والسوبر والكاس. النهارده كان في مباراه في كاس مصر دور ال 16، المصري كسب الانتاج الحربي. هنبدا بقى نتكلم في عوده الدوري يوم 13 وماتش السوبر يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله يوم 10 فبراير. فهنعدي الموقف، لكن زي ما قلت لكم عندنا منتخب محترم. انا نفسي انا بصراحه ما كنتش متوقع، يعني قلت يا رب المنتخب بالشكل ده يعدي بس من الدور الاول ويبقى شكلنا برضو حلو، اللي احنا منتخب مصر البطل اللي واخد البطوله 7 مرات بيوصل للدور الثاني او دور الثمانيه. لكن فوجئت اللي احنا بنكسب المغرب اللي بقى لنا 31 سنه ما كسبناهاش، بنكسب منتخب بوركينا الاقوى في بطوله امم افريقيا. منتخبين او ثلاثه عجبوني في بطوله امم افريقيا، منتخب السنغال، منتخب بوركينا، منتخب الكاميرون، دول اقوى 3 منتخبات في البطوله ومعاهم منتخب مصر. فعملنا حاجات كتير كويسه جدا، عندنا جيل مميز، رمضان صبحي اللي عنده 20 سنه ولا 19 سنه، تريزيجيه، محمد صلاح، النني، طارق حامد اللي تالق، احمد حجازي وعلي جبر، عصام الحضري صاحب ال 44 سنه، وعايز اشكر زملائه في الفريق الشناوي وشريف اكرامي اللي اكيد ساعدوه ان هو يكون في المستوى ده، وهو ساعدهم ان شريف اكرامي داس على نفسه جامد جدا عشان يظهر بشكل كويس. احمد الشناوي
داس على نفسه جدا لغايه ما اتعور عشان يظهر بشكل كويس في منافسه مع عصام الحضري. عندنا اخطاء، عندنا مشاكل حصلت، وعندنا كل حاجه زي اي فريق في الدنيا، لكن البطوله دي درس كبير جدا، وبنتعلم من اخطائنا وهنتعلم الفتره اللي جايه، وممكن يكون يعني دي الاخطاء اللي احنا حصلت لنا في مباراه النهارده او خلال المعسكر درس لينا ان شاء الله يخلينا نوصل لكاس العالم، وده الحلم الاكبر في الفتره القادمه. فاصل سريع ونرجع نكمل اخر جزء كده، ناخد شويه اخبار من الاخبار اللي اتكتبت على منتخب مصر النهارده، ونشوف برضو الزمالك والاهلي في السوبر في الامارات، الاثنين بيستعدوا، الزمالك وصل الامارات وبيستعد، الاهلي وصل قبل الزمالك بحوالي 3 ايام، وبرضه هعرض لكم اهداف مباراه المصري النهارده والانتاج الحربي، المباراه اللي انتهت بفوز المصري 2-0 في كاس مصر في دور ال 16 ان شاء الله.